السلام عليكم ورحمة الله. أزور في اللون الشيء اللي يدير فيه عصاب ولد الحرام في الشعب الجزائري وفي الجالية الجزائرية اللي في الخارج، ما دارت حتى دولة في شعبها عبر التاريخ. ما شفناش نهار دولة بلاد تمنع مواطنيها من الدخول إلى وطنها، تمنع مواطنيها من الدخول إلى وطنها. ممنوع تدخل بلادك، ممنوع تجي فاكونس، ممنوع تجي تزور. واش السبب؟ قالوا كورونا. كورونا يا أخي العالم كامل، هاي فرنسا وإسبانيا وإيطاليا، الناس داخلة خارجة، المغرب وبجنبنا، الناس داخلين خارجين. 28 رحلة تاع طائرة تقلع يومين من باريس إلى المغرب، لكل مطارات المغرب. الناس تدير تيست بي سي ار، تيست بي سي ار باطل في فرنسا، الناس تروح تدير تيست بي سي ار وتدخل الجزائر. وعلاش أنا لما نروح نجي نسافر ولا كذا نعدي نشوف الناس يديروا تيست بي سي ار؟ ما كاش جزائريين، ما كاش جزائريين. دول العالم اخيرا كنت في اسبانيا، تيست بي سي ار يجيك للوطيل يدير لك التيست، جانا للوطيل على 10 تاع الليل، جانا للوطيل دير تيست بي سي ار والمغرب تجي داخل فرنسا نورمال، حد ما قال حد. هايلي نتوما مانعين، مع لو داروا لهم هذاك الحجر ومن بعد مانعين دي الطياره ومن بعد خلي دايرين فيهم زي قادر نزلوا زوج طيارات. وعلاش هذا المنكر؟ شوفوا هذا المواطن خرجوه من عقله، مواطن خرجوه من عقله، فقد صوابه. راجل مسكين يزيد حاجة ويسيب يروحوا في سبيطار تاع سيرفيس بسيكياتري. شوفوا راسها تعود بها هاد الناسيوناليتي تاع الجزائر، نحرق الراسها تعود بها الكب، ندي ناسيوناليتي تاع الهنوده ولا ناسيوناليتي تاع الراجل؟ الهنوده راه مخير من الهنوده. سي كراف، سي كراف، فهد الدوله، سي كراف، يرجع ربي بهدلكم دنيا واخره. حسبونا الله ونعم الوكيل فيكم يا الخماش. تو على هاد الحكام اللي راهم يحكموا في هاد البلاد خامسين، خلينا ندفنوا ودينا نعذبوكم الكلب. ما عندي ما ندير بلاجيري، انا حارق ودن الراس تاع الجيري. صح عامين ولا سدوا ما بنعين علينا هنا ودن يموتوا في البلاد. دفنت امي الله يرحمها والبارع عاود دفنت بويا الله يرحمه. يا الخماش ما يعرفش، يا الخماش، يا الزبل، يا الزبل. حسبونا الله ونعم الوكيل فيكم، الله يجعل ربي يخلصكم ان شاء الله دنيا واخره. حرمتونا من بلادنا، حرمتونا من فاميلتنا وموالينا ومواطنينا، واش معناش نودينا كي الناس؟ ربي ان شاء الله، ربي يا ربي ياخذ فيكم العقل. وانت تقول لي بلعنا على جيري، الراي بلع عليهم بيب الجنه ان شاء الله، كيما راهم حارقين قلوبنا. يا الخماس C'est catastrophe, c'est catastrophe. C'est pas l'État, ça, c'est pas l'Algérie, c'est pas ça, c'est dommage, c'est dommage. يا دو كوا واحد يعود يقفر، يقفر بكل شيء. قالوا راح ندير الجنسية تاع الهند، راح ندير الجنسية تاع هذاك بالغالي كي عنده دراهم، راح ندير الجنسية تاع الجزيرة فيها زوج خطوط يعيشوا. فوالا ما سحقش الجنسية الجزائرية. نعرف تشوفوا يعني مش ممكن انك تتصور الدنيا اللي مقلم رايح ندفن والديا. خلونا نروحوا ندفن والدينا. هذه عيب عصابات كي يقولوا ولاد حرام، راني مانيش غالطي يا ناس. هذه عصابات تقطع صلة الرحم من بين ابناء واباء وامهات. واحد ما يقدرش يروح يشوف يماه، ما يقدرش يروح يشوف باباه، ما يقدرش يروح يدفن والديه. هذه كيقولوا عصابة ولاد حرام تاع الصح، ولاد حرام تقطع صلة الرحم. هذه كيفاش يا عجبة شكون يقبل بها هذه؟ حتى واحد. الراجل خرجوها على حبال عقله كما يقول. ربي يعطيه الصبر
ويعطي الصبر للجميع، وربي يقدر خير بلادنا ويعجب برحيل عصابة ولاد الحرام من الله يتربحهم. السلام عليكم ورحمة الله.